أسرعت سمو الأميرة آية الفيصل حفل تخريج الفوج 18 لطلاب وطالبات الثانوية العامة لمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بحضور المونسنيور ماولو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية للمدرسة وأهالي الخريجين. إلى المزيد. رعت سمو الأميرة آية الفيصل حفل تخريج الفوج 18 لطلبة المرحلة الثانوية في مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات مار يوسف بحضور المنسنيور ماورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان ومديرة المدرسة الأخت إيلين فرح وعدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والراهبات وجموع أهالي الطلبة الخريجين والمدعوين. وفي كلمة الأخت إيلين التي رحبت فيها بسمو الأميرة وبجميع الحضور أكدت أن مؤسستنا الرهبانية التي تحتفل بمرور 160 عاماً على تأسيسها وتعمل على جميع الأصعدة في المؤسسات التربوية والخيرية تعي الرسالة التي قامت من أجلها وعظم المسؤولية التي تحملها في تنشئة الأجيال وبنائهم وصقل مواهبهم والارتقاء بهم. كونوا مرآة لزويكم وراهباتكم ومعلميكم تعكف المبادئ الراسخة فيكم وكتابا يحمل عناوين الجد والأبي. كون خير أبناء لمدرستكم التي ضمتكم بين جوانحها ونهرتم من معينها علما وتسربلتم من قيمها النبيلة سلوكا. كونوا نعم السفراء لها وانشروا رسالة الخير والسلام أينما حطت بكم الرحال. وطوبى لكل مشاعر الأبوة والأمومة التي لن يكون لوصفها الكثير من العبارات ولن يكون لتحديدها الكثير من الأطر. بارككم الله وحقق أمانيكم وآمالكم. وخلال الاحتفال ألقى عدد من الطلبة الخريجين كلمات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية عبروا فيها عن عميق شكرهم لمدرستهم التي تلقوا فيها من مناهل العلم أوفرة ولإدارة المدرسة وجميع العاملين فيها وامتنانهم على كل جهودهم التي بذلت من أجل أن يحصدوا المنفعة والنشأة التعليمية المميزة. واشتمل حفل التخريج على عدد من الفقرات الفنية والوطنية ومسرحية تربوية ودبكات ورقصات شعبية منوعة. وفي الختام قامت سمو الأميرة آية الفيصل بتقديم الشهادات للطلبة الخريجين والتقاط الصور التذكارية، كما قدمت الأخت إيلين درعاً تكريمياً لسموها كعربون محبة وشكر لرعايتها الكريمة لهذا الاحتفال السنوي.